مدينة بنوليد تستعد لانتخاب أعضاء مجلس بلدي طال انتظاره ويأمل منه المواطنون الكثير. عملية التسجيل للانتخابات متواصلة بعد إعلان اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية تمديدها إلى 2 من الشهر القادم. مقر اللجنة الفرعية لانتخابات بنوليد كان جاهزاً لاستقبال المرشحين الذين يبلغ عددهم بحسب القائمين على الانتخابات 93 مرشحاً يمثلون 3 فئات، هي الفئة العامة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. وسيواصل المرشحون عمليات التسجيل التي انطلقت في 23 من الشهر الجاري، والتي من المفترض أن تغلق في 26 من الشهر نفسه قبل أن تقرر اللجنة المركزية تمديدها. الطرف الثاني في الانتخابات وهم الناخبون الذين يبلغ عددهم المسجل حتى الآن أكثر من 16,000 ناخب لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي. اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أكدت أنها لم تسجل أي خروقات أثناء عمليات التسجيل في لجان بنوليد. انتخابات يسعى الناخبون من خلالها لاختيار 7 أعضاء للمجلس البلدي الذي ظل ثابتاً على أعضائه منذ عام 2011، حيث لم تشهد المدينة أي انتخابات بلدية بعدها.